بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 13 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الوضوء، وروى أحمد والنسائي أنه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمر بغسل الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق في داخل الفم وفي داخل الأنف، وفي هذا الحديث صفة ذلك، لأنه يدخل الماء في فمه ويخضخضه ثلاثا، يكفي مرة واحدة والثلاث سنة. وكذلك الاستنشاق، يدخل الماء في داخل أنفه بجذبه في نفسه إلى داخل أنفه ثلاثا، ويكفي مرة واحدة في الواجب، وينثر بيده اليسرى، يستنشق بيده اليمنى، يعني يأخذ الماء بيده اليمنى ويجذبه إلى داخل فمه وإلى داخل أنفه ثلاثا ثلاثا. والاستنثار من الأنف يكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. نعم، هذا فيه أنه يستحب لمن استيقظ من النوم ولو لم يريد الوضوء أن يستنشق ثلاث مرات، وعلل ذلك لأن الشيطان لعنه الله يبيت على خياشيم الإنسان، لأن الشيطان يألف المواطن القذرة والأوساخ، فهو يدخل في داخل أنف الإنسان إذا نام، لأجل أنه يألف مثل هذه الأمور والقاذورات، لأن الأنف يكون فيه شيء من المخاط أو من يعني الشيء المخلفات، وقد يكون في رائحة كريهة، هذا مما يحبه الشيطان. فالمسلم يزيل هذا الأثر، إذا استيقظ يزيل أثر الشيطان من داخل أنفه بالاستنشاق ثلاث مرات ولو لم يرد الوضوء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. وعن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء بمعنى تعميم وصول الماء على سائر العضو ولا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء يجري عليه، ولا يكفي المسح، مسح العضو لا بد من جريان الماء عليه، وإن حصل معه دلك فهذا أفضل ومكمل أيضا، وإلا فليس بواجب، يكفي جريان الماء على العضو وتعميمه على العضو.
نعم. وخلل بين الأصابع. خلل بين الأصابع يعني يدخل بلى الماء بأصبعه السبابة، يبلها بالماء ثم يدخلها بين الأصابع ليصل الماء إلى داخل الأصابع، لأنه موضع قد لا يصل إليه الماء فيتعاهده بالتخليل، وهذا من السنة، هذا من السنة. لو وصل الماء إلى ما بين الأصابع هذا يكفي، لكن كونه يتأكد من ذلك بتخليل الأصابع يكون أفضل وأتم. نعم. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني احرص على أن يصل الماء إلى داخل الأنف، إلى أقصى الأنف، أن يصل الماء إلى أقصى الأنف حتى يستكمل الوضوء. إلا أن تكون صائما، الصائم يستنشق أيضا ولكن لا يبالغ، منهي عن المبالغة لئلا يتطاير الماء إلى حلقه وهو صائم. نعم. هل في سؤال لقيط رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، مشروع أن يستزيد الإنسان من العلم ولو كان معه شيء منه بأن يسأل؟ نعم نعم، هو كما ذكرت أنه يطلب من العالم أن يبين للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا سئل عنها فإنه يتأكد عليه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وفي لفظ لأبي داود في حديث لقيط إذا توضأت فمضمض. نعم، في حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، هذا فيه الأمر بالمضمضة، فدل على وجوبها، لأن الأمر يفيد الوجوب، ولأن داخل الفم من الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه، فهذا يعم المضمضة أيضا ليصل الماء إلى داخل الفم. نعم. قال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. إسباغ الوضوء الإنقاء، بحيث لا يبقى شيء من عضو الوضوء إلا وقد جرى عليه الماء وأنقاه من الحدث. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. نعم، هذا فيه الزيادة على المرة، المرة في المضمضة والاستنشاق واجبة، والمرتان والثلاث سنة. نعم. وعنه أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. نعم، إذا غسل وجهه قبل أن يغسل وجهه فإنه يتمضمض، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، سواء أخذ غرفة واحدة، غرفة واحدة فقسمها بين فمه وأنفه ثلاث مرات ثلاث مرات من غرفة واحدة، أو من غرفتين، غرفة تمضمض بها ثلاث مرات وغرفة استنشق بها ثلاث مرات، أو ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وأنفه. نعم. وفيه أن كل عضو غرفة، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم، الغرفة الواحدة وتعميم العضو مرة واحدة هذا هو الفرض والواجب، وما زاد عليها من غرفتين أو ثلاث هذا هو السنة. نعم. وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. نعم، وهذا أيضا فيه تخليل اللحية. اللحية هي الشعر النابت على مجموع الذقنين، على ملتقى الذقنين، مجمع الذقنين من أسفل الوجه، من أسفل الوجه، هذه هي اللحية.
ما نبت على العارضين، اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن، وهو مجموع اللحيين من أسفل الوجه. هذه إن كانت اللحية إن كانت كثيفة مغطية للجلد فيكفي غسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة فيجب غسلها وغسل الجلد معها بحيث يعركها حتى يبلغ الغسل إلى الجلد. أما إن كانت كثيفة وساترة للجلد فيكفي غسل ظاهرها، وإذا خللها بأن يدخل أصبعه من خلال الشعر فهذا سنة. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. هذا كما سبق فيه استحباب تخليل اللحية، الواجب إن كانت كثيفة ساترة للجلد غسل ظاهرها، ويستحب تخليل داخلها، وإن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فالواجب غسلها ظاهرا وباطنا. نعم. وعن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال وكان يتعهد المأقين. نعم، المأقين يعني مآقي العين، مآقي العين يوصل إليهما الماء لأنهما من الوجه، المآقي من الوجه ظاهر العينين. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. هذا فيه أيضا تخليل الأصابع بحيث يدخل أصبعه بينهما مبلولا بالماء يبلغ الماء إلى داخل ما بين الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، هذا السنة. نعم. ورواه أبو داود والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث أبي لهيعة، أعني حديث المستورد وحسنه، عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره. نعم، يخلل أصابع رجليه يعني يدخل الخنصر مبلولا بالماء بين أصابع رجليه، وهذا مستحب، وإلا يكفي إرسال الماء على الرجلين حتى يبلغ ظاهر الرجل وباطنها. نعم. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. نعم، دلك الأعضاء في الوضوء هذا سنة، والواجب هو إيصال الماء إلى العضو بحيث لا يبقى منه شيء إلا وصل إليه الماء ولو لم يدلكه. نعم. وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. نعم، هذا كما سبق أن يستحب تثليث في غسل الأعضاء، المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا ومسح الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين ثلاثا، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه وأدارهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. وعن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه فمسح الرأس كله كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته. نعم، هذا فيه أيضا مسح الرأس، وهو مما أمر الله جل وعلا به، وبيان كيفيته من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضع يديه على ظاهر شعر الرأس
ويمرهما عليه مرة واحدة. نعم. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. نعم، لأن الأذنين من الرأس كما سبق، ويجب مسح لأنهما من الرأس، وما دام من الرأس يكفي فيهما المسح. كيفية مسح الأذنين؟ أنه يدخل أصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء في صماخي الأذنين، ويدير إبهاميه على ظاهرهما، فيكون مسح بهما ظاهرا وباطنا مثل ما يمسح على رأسه. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. نعم، كما سبق أنه يدخل أصبعيه السباحتين، لأنه سميت بالسباحتين لأنهما يشار بهما إلى التسبيح والتهليل، فيدخلهما مبلولتين بالماء في صماخ يعني خرقي الأذنين، ويدير إبهاميه على ظاهر الأذنين مبلولتين، فيكون مسح ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة. نعم. وعن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. نعم، الصدغان من الرأس، البياض الذي عند الأذن، البياض الذي بعد الأذن مما يلي الوجه، هذا يسمى الصدغ، وهذا من الرأس يكفي فيه مسح. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس 13 من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا الشرح والبيان. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.